أكد المهندس وائل مبارك الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أكد أن قانون النظافة العامة الذي تم إصداره مؤخرا من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بعد إقراره من السلطة التشريعية يشكل نقلة نوعية في المحافظة على البيئة وصحة الإنسان والوجه الحضاري للمملكة. لأول مرة في مملكة البحرين يكون هناك قانون يواكب مستجدات التنمية العمرانية والبشرية في المملكة. القانون يعرف بأنواع النفايات، مصادر النفايات، طرق نقل النفايات، فرزها، تجميعها، إدارتها ومعالجتها بطريقة قياسية وطريقة معتمدة بحيث ترتقي بالوضع البيئي. طبعا اليوم النظافة هي جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الحضرية المستدامة، وبالتالي هذا القانون ولائحتها التنفيذية المؤمل إصدارها إن شاء الله راح ستشكل نقلة نوعية في عملية الارتقاء بالواجهة الحضرية للبلاد. كما أعلن المبارك أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم اتخاذ حزمة من الإجراءات بعد دخول القانون حيز التنفيذ، أبرزها إطلاق حملة توعوية في ظل المسؤولية الاجتماعية المشتركة تتضمن أهم الملامح والضوابط، وذلك باستخدام مختلف الوسائل الإعلامية. هناك عدة إجراءات، منها بداية إصدار لائحة تنفيذية اللي حددها القانون خلال 3 أشهر. هناك أيضا حملة توعوية إن شاء الله راح تكون للمجتمع جميعا تبين ملامح القانون والضوابط والعقوبات إلى آخره. أيضا هناك تهيئة للكوادر البشرية والقدرات التي ستشرف على تطبيق القانون، قيمة ورش عمل بالتعاون مع هيئة التشريع والرأي القانوني شرح فيها القانون وضوابطه وإجراءاته. وأيضا سيكون هناك تنسيق بإذن الله مع الجهات الحكومية مثل وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يتعلق بمنح صفة الضبط القضائي لمفتشين البلديات الذي سيقومون بإشراف على هذا القانون.